صباح الخير. صباح النور. إلنا لقاء اليوم مع الأخت المحبوبة مس فايليت، هي مدرسة في جمعية بيت الرجاء. يا ريت مس فايليت تعطينا عن حياتك وكيف بدأتي وين تعلمتي. أنا المزبوط جيت على بيت الرجاء، درست ورحت على مدرسة الأسوجية الراعي الصالح في بيت لحم، خلصت التوجيه هناك، وبعدين جيت على بيت الرجاء، التحقت في جامعة بيت لحم، خلصت أدب إنجليزي BA مع دبلوم تربية. وبعدها أنا المزبوط بديت أعلم في بيت الرجاء، أتعامل مع الأولاد المكفوفين، لأنه كان عندنا بهدائك الوقت عدد من المكفوفين، وكان كتير كان عندنا أولاد من نابلس من غزة، كان هذا قبل الانتفاضة، ولكن بخلال الانتفاضة كان صعب يرجعوا في منهم بسبب الإغلاقات وبسبب الحواجز. فأنا بديت أخذ كمان مع الأولاد المكفوفين، أولاد كمان مبصرين ولكن عندهم طبعا إعاقات عقلية، وكنت أتعامل معهم. وطبعا إحنا بالبيت الرجاء نحاول نقسم هدول الأولاد حسب درجة الإعاقة عندهم، فيعني بنعلمهم مبادئ أساسية في الحياة، كيف يتعرف الولد فيهم أو البنت على أعضاء جسمه، على أهله، يعرف البيئة اللي حواليه، يميز الأشكال، يميز الأحجام، يعرف الخضار، الفواكه، أشياء كتيرة في حياتهم اليومية، يميز الأيام، الشهور، السنة، كل هاي أشياء يعني بيحتاجها يعرفها حسب حياته اللي بيحتاجها في حياته اليومية. كمان كيف يعتمد على نفسه، يغسل حاله، يلبس، يعمل أشياء كتيرة في حياته، يتعامل مع الناس، ركز على السلوكيات، كيف يكون ولد أدب، كيف يستعمل كلمات بمحلها، اللغة كمان ممكن نعلمه يعبر عن نفسه بطريقة كويسة، يقدر يحكي مع الناس اللي حواليه. فهاي يعني إحنا اللي بنركز المزبوط عليها الأشياء الأساسية. وطبعا اللي بيقدر ممكن نعلمه، أنا بالنسبة اللي بعلمهم بريل، في مثل عندي أولاد يعني بعضهم ممكن يتعلم ولكن بطيء جدا، ولكن على القليلة بيقدر يعرف شو اللغة، شو الحروف، يكتب اسمه، يكتب حتى أسماء كل أولاد صفه، أولاد إخوته، أهله، كل هاي الشغلات يعني ممكن اللي يقدر يعرف شو معنى اللغة، كيف إحنا بنتعامل مع اللغة، شو هي اللغة اللي بنتكلم فيها، كل هاي الشغلات طبعا نشتغل فيها. طيب مس فايلت لو تعطينا لمحة عن بيت الرجاء وشو الخدمات اللي بتقدمها للكل، يعني مش بس لأولاد صفك، ولمحة كيف تأسست بيت الرجاء، مين أسسها، كيف تشتغل بيت الرجاء. جمعية بيت الرجاء هي مؤسسة بدأت للمكفوفين، وهي تأسست بواسطة 6 مي اللي هي كانت كفيفة نفسها، وكان عندها الرؤية والاهتمام هي بالمكفوفين، فهي بديت تشتغل مع الأولاد المكفوفين في بيت الرجاء، وصار هدول الأولاد كتير منهم يروحوا على مدارس، يلتحقوا بمدارس خارجية ويسكنوا في بيت الرجاء. وطبعا كان عندنا عدد كبير من الأولاد والبنات، في بعض البنات الكفيفات كانوا يروحوا على يشتغلوا في المصانع المحلية في البلد، في بيت جالة وبيت لحم، ويجوا يسكنوا في بيت الرجاء. وطبعا بيت الرجاء كان يقدم لهم السكن، يقدم لهم الأكل والمأوى، وكل هاي الأشياء كانوا يشعروا كبيتهم. وفعلا كان عنا عدد كبير، حتى كان عنا من غزة يمكن بيجي 6 أو 7 بنات، فكان يعني كتير عدد. وكان عنا المشغل كمان للمكفوفين اللي هو بيعملوا فيه
مكانس، ممكن فراشي، كانوا كمان ممكن مماسح، أشياء كتيرة كانوا يعملوها في هذا المشغل، وما زال عندنا هذا المشغل على أساس تأهيل المكفوفين اللي ممكن ما بيقدروا يكملوا تعليمهم الأكاديمي، ممكن يلتحقوا بهذا المشغل ويتعلموا مهنة اللي يقدروا يعني يعيشوا فيها ويستمروا في حياتهم كمعتمدين على أنفسهم. طيب كلمة أخيرة مس فايليت بتقدميها للموظفين في بيت الرجاء والطلاب والإدارة؟ وإحنا طبعاً أنا بتمنى إنه بيت الرجاء إنه يستمر في هاي تقديم هاي الخدمات، وإنه ربنا يعطي الحكمة والإرشاد للمسؤولين حتى يعملوا مشيئة الرب في هذا البيت، وكل ما يعمل يكون لمجد الرب، وإنه نقدر نفيد هدول الأولاد والبنات، وكل من يجي إلى بيت الرجاء يشعر بوجود إنه فعلاً وجود ربنا موجود، وإنه يكون هذا البيت رجاء وأمل لكثير من المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا لك مس فايليت، وربنا يباركك.